الأستاذ أحمد بودي صاحب مشروع استخدام مخلفات النخيل في إنتاج الأعلاف، إحنا بنرحب بيك النهاردة وحابين نعرف المشروع بتاعك قائم على إيه. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ أحمد، أنا سعيد بوجودك معايا النهاردة. المشروع مشروع تدوير مخلفات النخيل، المشروع الأول في الوادي الجديد بالكامل، تمام، وتم تركيزه على عدة صناعات مش صناعة واحدة، تمام. فهي الصناعة الأساسية لينا اللي إحنا كنا بدأنا فيها شغل، اللي هي صناعة الأخشاب والفايبر والوود بيلت والكونتر والصناعات عامة، الصناعات الخشبية، تمام. فمع تطوير المشروع، مع فكرة المشروع، مع البحث في المشروع، لقينا لأن الجريد ياخد معانا، يخش معانا في كذا مجال، فبدأنا نبحث فيه مع التعامل مع وزارة البحوث فيه، وحللنا كل حاجة واشتغلنا على أساسه، لأنه يخش معانا في الأعلاف، يخش معانا في البوليموس، يخش معانا في صناعة الورق، يخش معانا في صناعة الكربون، يخش معانا في صناعة الكومبوست، يخش في عدة صناعات كثيرة وكبيرة، يخش معانا في الورق المقوى، يخش معانا في خلايا المي، خلايا التبريد بتاعت الفراخ، يخش معانا في حاجات كتير قوي. فبدأنا نتحرك وبدأنا نشتغل وبدأنا نجيب مكن وبدأنا ننتج منتجات، بس في عقبات كانت بتقابلنا، اللي زي عقبة ضعف الكهرباء، مع عقبة عدم تمليك للأرض أو عدم استملاك للأرض لمدة كافية إن أنا أبني أحواض وأصنع الحاجة اللي أنا عاوزها وما أخافش، لأن الأحواض دي هتكلفني فلوس. أنا واخد الأرض دي حق انتفاع 3 سنين، طب 3 سنين أنا هبني حوض ب 200,000، طب في 3 سنين هل المشروع ليا ولا هيطرح مزاد؟ لا هيطرح مزاد، ممكن ما يكونش ليا، طب إيه اللي أنا استفدته؟ فالمشروع يعني مشروع كويس ومشروع جميل، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى إن كل مسؤول يجي عندي هنا يديني حاجة معاه كده، يديني فكرة، يديني دعم، ياخد عقبة من العقبات بتاعتي ويوصلها لحد تاني. عايزين نكبر، عايزين نكبر، احنا معانا كنز بس مفيش حد واخد باله منه. يعني استاذ احمد، انت عندك عقبات وبتتمنى ان انت تتملك المشروع او تاخده حق انتفاع لمده مثلا اكبر مده ممكنه، صح؟ اكبر مده ممكنه. طيب في عقبات تاني مثلا زي الكهرباء او توفر الميه؟ الطريق، حاجات كتيره انا مش قادر اعملها، لان انا معايا المنتج ببلاش بس تكلفته وتحويله بفلوس، اول جز من نخله لحد وصول اللي عندي هنا كله بفلوس 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 بفلوس. فهي الامكانيات ضعيفه، انا كل ما في الامر ان انا صاحب فكره. جبت المكن ده، المكن قدامك دي مكنه 2 3، مكن بدائي، مش مكن يشغل مثلا 50 واحد، احنا 8 شغالين في المشروع، 8 على مكن مصنعينه احنا بايدنا. فانا شايف ان القنبله الموقوته اللي احنا شايفينها، الجزء الناشف، الجزء المحروق، والجزء الاخضر، الجزء الاخضر اللي ورايا ده، انا في الاول لما استلمت الارض كانت الارض اللي استلمتها كانت جزء زي اللي هناك دي كده، زي اللي هناك حضرتك زحمت كده. انا لو ما كنتش استلمت الارض دي ونظفتها وبدات اشتغل فيها، كانت النار هتوصل معايا من هنا لهنا، ان ده كانت سرب واحد، كان سرب نخل واحد، كان سرب مخلفات واحد، كانت نقلت معايا من هنا لهنا. فاحنا فارمين، يعني فارمين في خلال 4 شهور 295 طن، يعني 300 طن بالهدر اللي طار مني في الارض، بالهدر اللي طار مني كده. فعاوزين المسؤولين كلهم يجوا يقعدوا معايا ويشوفوا، انا اروح لهم يجوني يشرفونا في المشروع على ارض الواقع، عشان يشوفوا الجديه، يشوفوا احنا شغالين ازاي، ايه اللي محتاجينه، ايه عقباتنا اللي قابلتنا. عايزين نحول القنبله دي لكنز، وانا بقول القنبله وانا معايا الكنز، بس معيش ماده. احنا بنضم صوتنا لصوتك ان شاء الله، ونتمنى ان كل المسؤولين يوفروا لك ازاله كل العقبات. وبشكرك جدا استاذ احمد، سعيد بمعرفتك وسعيد بوصولك على الزحمه. شكرا.